السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هالنهار إن شاء الله غنقدمو واحد الحلقة ديال طريقة جديدة، وهي بالفعل طريقة جديدة لتسمين صغار الأرانب في زمن قياسي. طبعا كل مربي أرانب يريد الربح السريع و يعني ارتفاع عدد الخلفات وارتفاع الميزان بالنسبة للصغار، أي في سن التسمين. كما كتشوفوا معايا هاد القرعه اللي داير فيها واحد يعني الماده اللي هي فايت سبقت لي هضرت عليها. المهم ان في هذا الموضوع كاينه طريقه جد فعاله وهي الحلبه. الحلبه ففي المواضيع السابقه كنت تحدثت على الحلبه يعني وفوائد ديالها في التسمين، يعني بالنسبه لجميع الاعمار، يعني اما الكبار اما الصغار اما الحوامل اما العشار، اي سن. والطريقه اللي كنت قدمتها وهي حبوب الحلبه مع الماء، يعني كتشدوا حبوب الحلبه. حبوب الحلبه معروفه، راه رخيصه في الثمن، ممكن ان تشريو غير جوج دراهم، راه كتضربكم شحال، كتباع بالكاس. ممكن انكم ديروها مع الماء، ولكن هذه الطريقه هذه لقيت فيها بعض السلبيات، وهي ان الماء كيطلق واحد الرائحه يعني كريهه. راكم عارفين ريحه الحلبه هي خدامه فعاله، ولكن هذيك الرائحه الكريهه كتجعل يعني كيتبدل بعد اللون ديال الماء. وخاصكم كل النهار تبقاو تبدلوه لمده 4 ايام، يعني كاين واحد العناء. اما الطريقه اللي جبت لكم جديده ان شاء الله هي الطريقه ديال اليوم، وهي جد سهله وما كتخليش الرائحه في المكان، يعني باش ممكن ان الارانب ينفروا من هذيك الرائحه. هذه الطريقه وهي اننا نشدوا هذيك الحلبه ونطحنوها، نطحنوها ونسحقوها في مولينيكس عادي، يعني نطحنوها. كيفاش كتولي؟ كتولي بهذا الشكل هذا. عفوا نحل هذه القرعه، يعني كتولي غبار. ها نتوما كما كتشوفوا غبره، نتوما كما كتشوفوا هي غبره هكا. اذا هاد الحلبه هذه ملي كتولي غبره، شنو كنديروا لها؟ ماشي كنديروها مع الماء، لا، كنشدوها وكن كن 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 نخلطوها مع كيلو ديال الخبز الجاف مطحون حتى هو. يعني مثلا هذا الخبز ها هو كما كتشوفوا، هذا الخبز خبز جاف مطحون، ثم مطحون نطحنوه باي طريقه. ممكن انه يكون عندكم روبو او مهراز او اي حاجه. راني عندي حلقات سابقه وريتكم كيفاش يعني طحنوا هذاك الخبز. المهم ملي تشدوا الخبز ديروا كيلو ديال الخبز، خلطوا معاه ملعقه كبيره ديال يعني ديال الحلبه مطحونه بهذا الشكل، يعني معلقه من هاد الحلبه المطحونه، ملعقه من الحلبه المطحونه. ممكن انكم تخلطوها مع كيلو ديال الخبز حتى هو مطحون. يعني ملي كتخلطوهم غادي تلاحظوا ان الارنب ما كيعيقش بهذاك المذاق ديال الحلبه، وما كي هذيك الحلبه ما كتنفخش بحال اللي درناها في الماء. يعني ملي كنديروها في الماء كتنفخ وكتعطي واحد يعني واحد الرائحه كريهه. اما بالنسبه لهذه الطريقه هذه، كونوا متيقنين ان الارنب ما كيعيقش بها، ما كتخليش الرائحه في المكان، ما كينفرش منها. ممكن يوقع ان العمليه ديال التسمين كطرا بواحد واحد واحد الشكل اكثر من ملي ما ديروها في الماء. اولا الحلبه فاتحه للشهيه، يعني كتفتح الشهيه. ثانيا كيتسمن، يعني كيبان لكم باللي الوزن ديالو كيتزاد بواحد الطريقه، يعني سبحان الله. يعني الحلبه يعني شي حاجه يعني هي كتعتبر حتى مضاد حيوي، ممكن انكم
طحنوها مع 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 تعطيوها لهم عاوتاني مع مع الثومه عاوتاني كذلك راها واحد المضاد حيوي جد جد فعال. يعني حتى الثومه راه كاين الناس اللي كيكرموها وكيطحنوها وكيعطيوها الارانب ديالهم مع مع الحلبه مطحونه. كونوا متيقنين ان الحلبه مطحونه مع الخبز جاف كيعطي واحد النتائج. انا راه بالتجربه هذه عطيت واحد النتائج يعني جد جد مفرحه ان شاء الله. القضيه ديال ديال الحبوب مع الماء مزيانه حتى هي غير هي فيها شويه ديال العناء وكتخلي واحد الرائحه. لان شحال من لي كومونتير جاوني قال لك باللي راه عندنا واحد هذه الحلبه كتخلي كتنفخ في وسط الماء وفعلا هي كتنفخ في وسط الماء وكتطلق واحد الرائحه يعني كريهه. فعلا هذا انا كنقول للناس عندكم الصح. اذا شنو هي الطريقه اللي غادي نحيلوا من هذه الرائحه هذه؟ وهي الطريقه اللي هضرنا عليها انكم الحلبه طحنوها تتولي غبار بحال هكا. انا راني ما طحنتهاش عاد بزاف، راه ممكن انكم تطحنوها حتى كتولي يعني غبره. ملي كديروا غير معلقه واحده مع كيلو ديال الخبز، كيلو ديال الخبز راه بزاف راه كيعطي واحد الكميه، كديروا معها غير معلقه واحده كافيه وما ديروش اكثر. لان يعني بالنسبه للتسمين انا جربت يعني ملعقه واحده راه كافيه انها تخدم معكم مزيان. اذا هذه هي الحلقه ديال هذا النهار، حلقه مهمه. الناس اللي باغيين يعني يعطيو التسمين يعني يسمنوا الارانب ديالهم سواء صغار او كبار. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا. حلقه ان شاء الله مفيده. تكيو على زر جيم باش تساندونا باش القناه تزيد القدام، ما تنساوناش بزر جيم، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.